قلبي ليشيات تشرد ميليشيا الحوثي حاولت التقدم أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، لكنها جوبهت بنيران قوية من قبل قوات الجيش الوطني وأيضا من قبل طائرات التحالف التي استهدفت هذه التجمعات بصورة كبيرة، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم. الصواريخ كما تشاهدي هذه آثار الشظايا التي استهدفت هؤلاء السكان المدنيين، أسفر ذلك عن إصابة 3 أطفال وامرأة.